بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، الحضور الكرام، أقف متحدثاً إليكم اليوم في لحظة يمتزج في نفسي مزيج من السعادة والفخر. كانت التحديات كبيرة، ولكنها أبداً لم تكن أكبر أو أقوى من إرادتنا على مواجهتها. وما بين مدن جديدة تتسع لكافة المصريين في كل ربوع الوطن، وإسكان اجتماعي يوفر المسكن الملائم لشبابنا، وتطوير للمناطق الخطرة وغير الآمنة للقضاء على العشوائيات. وإنني إذ أعلن اليوم انطلاق هذا المشروع الطموح مستعيناً على تنفيذه بالله وبثقة في قدرات المصريين دولة وشعبا، فإنني أعتبره تدشينا للجمهورية الجديدة، كما أنني أود أن أعبر عن عظيم امتناني للشعب المصري العظيم على كل ما بذله من جهود وما قدمه من تضحيات. لنقف اليوم آمنين مطمئنين سعيا للبناء والتطوير والتنمية. إن مصر تدير علاقاتها الخارجية إقليمياً ودولياً بثوابت راسخة ومستقرة، قائمة على الاحترام المتبادل والجنوح للسلام وإعلاء قواعد القانون الدولي. كما أن مصر أيضاً قد أصبحت تمتلك من الأدوات السياسية والقوة العسكرية والاقتصادية ما يعزز من إنفاذ إرادتنا وحماية مقدراتنا. إن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه، شاء من شاء وأبى من أبى. ولدينا في سبيل الحفاظ عليه خيارات متعددة نقررها طبقاً للموقف وطبقاً للظروف. من فضلكم الكلام لكل الناس، لكل المصريين، وأيضاً لكل الأشقاء في أثيوبيا والسودان، تعالوا نعمل اتفاق قانوني ملزم يحقق لنا الخير جميعاً، لنا ولكم، ونعيش كلنا في سلام وأمان. دي كلمة أنا بقولها لكل من يهمه الاستقرار والسلام والتنمية، بعيداً عن أي شكل من أشكال يعني التهديد. قبل ما يحصل أي حاجة لمصر يبقى لازم أنا والجيش نروح عشان حاجة تحصل لمصر، غير كده مفيش.